النهارده ان شاء الله يعني بنعمل preliminary MOU او الميمو اوف اندرستاندينج اللي هي خاصه بالخط السادس لمترو الانفاق. احنا طبعا بنتكلم على منظومه نقل جماعي طموحه جدا بالنسبه لمصر. احنا عايزين نرسخ مفهوم البارك اند رايد سيستم اللي هو يركن ويسيب العربيه ويركب مواصله وسط نقل جماعي محترمه زي المترو. هم 12 محطه نفقيه و12 محطه سطحيه. انا يعني ان شاء الله احنا بنعمل ان احنا ننزل بقى عن التكاليف القديمه اللي احنا عن طريق ان احنا يعني بنعمق التصنيع المحلي في كل شيء. انا بتكلم عن التصنيع مش تصنيع عربيه بس ولا قطر، لا احنا عندنا صناعه الاشارات صناعه، التغذيه الكهربائيه صناعه، الخرسانات صناعه. فاحنا عايزين كل مكون مكونات المترو الانفاق المترو ان شاء الله نرسخ الصناعه المحليه بتاعته بهدف ان احنا نقلل التكلفه بحيث ان احنا نزود نخش بقى يعني عندنا عايزين مترو انفاق في محافظه كذا. مش هنقدر الابلكيشن او التقرير للموديل ده غير لما نطمن ان احنا فعلا وصلنا لمرحله ان احنا الصناعه المحليه نجحت فيها باذن الله عشان ننطلق في كل المحافظات اللي عندها مشاكل. مش لازم بالضروره تكون محطه يكون خط انفاق بيضاوي، يعني عندنا الخط الاولاني ما هو مش خط النفق، الخط الاولاني من حلوان لحد المرج كم جزء منه نفق، ده هو 90% منه سطحي وفقط اربع محطات فقط هم اللي هم ايه نفق. يعني انا مش عايز الناس تبص ان مترو الانفاق يبقى بالضروره نفق، لا انا بقول لك الخط السادس نصه هيبقى نفقي ونصه هيبقى سطحي.